والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث معروف لديكم إن شاء الله تعالى، وما زال الناس يذكرونه، ولكن نقف مع بعض الفوائد معه أو منه. في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وفي لفظ للبخاري الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الترغيب، وأيضا في جانب الترهيب. في جانب الترهيب أن الناس يوم القيامة يكونون في ابتلاء أو في حر، وقد والشمس تدنو من الرؤوس، فلا يوجد ظل إلا ما ذكر في هذا الحديث. يظلهم الله في ظله، لا يوجد ظل إلا هذا الظل. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو ظل مخلوق، في شرحه لرياض الصالحين. وقال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، هو ظل العرش، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث في جانب الترغيب لأنه ذكر هذه الأصناف السبعة، وحري بكل واحد منا أن يدخل في باب من هذه الأبواب أو في جميعها إن استطاع، خاصة الست أبواب الأخيرة، لأن الباب الأول ذا فرصة قد تكون شنو ضيقة شوية. إمام عادي الموضوع ده شنو شوية، هاي الموضوع ده أنت ذاته آخر لك شنو تكون يعني زينا كذي زول عادي وزول ينادي. يعني إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قال كما في صفة الصفوة لابن الجوزي: آخر أمراض القلوب، آخر أمراض القلوب خروجا منها حب الرئاسة. كان ابتليت بالسياسة وحب السلطة وحب الرئاسة، انت في ابتلاء عظيم، تسأل الله سبحانه وتعالى يمرق منك. لأن الله جل وعلا قال بعد قصة لقمان تلك الدار، بعد قصة قارون: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كل أنواع العلو الإنسان لا يطلبه، لا يطلب العلو، وإنما يعيش في عامة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في كتاب الزهد من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
زول من عامة الناس. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أريد ما لا يكون. قالوا: ماذا تريد؟ قال: مكان ليس فيه الناس. مكان الناس ما فيه وده يبتلع. فأنت ما تحب حب التصدر والتسلط، وخليك زول عادي، تخلقوك عشان تعبد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ابتليت بهذا البلاء بقيت في منصب بعد تتق الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال: إمام عادل، أو الإمام العادل، العادل الذي يحكم بحكم الله أو بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح مسلم عن عياض رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، في صحيح مسلم، حديث صحيح. قال: ذو سلطان مقسط موفق، هكذا في الحديث، ذو سلطان صاحب سلطة، مقسط يعني عادل موفق يوفقه الله تعالى، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يقول عنده رحمة بالمسلمين وبالقرابة بالأرحام، وعفيف متعفف ذو عيال، زول عفيف ما بيشحد الناس ولا بيسأل الناس، مرات تلقى تعبان في السوق يعرق وما بيشحد الناس، تحسبهم الجاهل أغنياء من شنو؟ من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاف. وكما قيل: من الزهد إخفاء الزهد. الناس تشوفك كذا يقول الزول لا والله أظنه خامية كلها، ما في شيء، ما في شيء، شكله ظريف وناي نظيف ولطيف جدا، ما في شيء. مشيت بيته تشوف الحاصل يمكن تبكي ذاته. ولذلك يا جماعة، الإمام العادل الذي يعدل بين الرعية ويعدل بين الناس. اثنين، قال: وشاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب، وهكذا عامة الشباب في ابتلاء، خاصة في هذه الأزمنة أو في هذه البلاد وفي غيرها، يعني الشباب الآن في ابتلاء، تمشي البيت شغلوا مسلسلات، تركب البص شغلوا عمك ذاك عكاز، ثلاثة نسوان بيجاي وأربع أولاد بيجاي، وغني لنا يا فلانة وغني يا فلان، أوك ومصايب وبلاوي، ما شفتهم في البص يجيبون يغني، ده بغني وده بغني، ناس ذاته كل يومين جايبين لنا واحد جديد، والله يتهندسوا ويلبسوا كيف وحاجات كيف، واحد ماسك الميكروفون كذي، واحد عامل كذي، يا ناس في شكله ولا شنو، واحد ايه، وعمك ذاك قاعد بعكازه، الله يهديهم جد، قولوا امين، الله يهديهم يعني، نقول قولوا امين، تبقى فيها بدعة ما معروف ذاته، لكن في نهاية الأمر الموضوع ده الإنسان يعني في نهاية المطاف شاب نشأ في عبادة الله. الشباب الآن في ابتلاء، في ابتلاء، البص تلقى غنى شغال، البيت مسلسلات، تمشي الكافتيريا دار تشرب عصير شغله غنى، تب تشرب فيه ما عملت حسابك ممكن يتدفق من الرجفة ذاته، تمشي دار تحلق شعرك تعمل حساب أضانك ما يقطعوا لك برضو، بتلقى حاجات شغال، وكله محل ما تمشي، تمشي الشارع الشباب قاعدين، واحد تلقاه بدردم في حاجة، واحد بيولع فيها، واحد بلفلف فيها، يا ناس في شنو ذاته، والله تمشي الجامعة تراهو قاعدين اثنين اثنين زي الدبرك وبيدعى شوشة قاعدين، من تلقاهم يتونسوا، اوك محل ما تمشي كده، وريني محل ما فيها فتنة كده، وريني ان جيت الجامع ذاته ما عملت حسابك
ظلم فيك واحد عنده بدعة ولا حاجة بلصق لك في الجامعة ذاته يقول لك والله انت عارف انا نمته، اي زول يقول لك نمته عارف الشغلة دي نايمة، مما يقول لك انا نمته وشفته في النوم ولونه ابيض ولابس ملفح وهبشني، والله صحيت لقيت يدك قاعدة، ده ما شيطان لا هبشني، والله يقول لك في النوم الله مسكني من يدي وزولة وكذا والى اخره، قال لي في ثلاثة زيار في زيرين كبار ما تشرب منهم، في الزير الصغير زحى العكارة كذي واشرب كباز غير شغلة دي كذي صحيحة يا جماعة؟ ده دين النوم الدين بيجيبوه بالنوم، والدين ده نزلوا فيه نزلوا ملائكة 600 جناح جبريل عليه السلام انزل من السماء للأرض بآية، والقرآن ده فيه كم آية؟ تخيل جبريل عليه السلام ينزل بآية ومرات بسورة، شغلة دي نزلوا فيها ملائكة وطلعوا ملائكة يشيلوا الأخبار وإلى آخره، والله تعالى يطلع يعلم سبحانه وتعالى، وهكذا تجي يا أخي بس بينهم وزمان، قال اليوم أكملت لكم دينكم، زمان اكتمل، تجي تتنوم وتجيب له حاجات، فالشباب الآن في ابتلاء والله الذي لا إله غيره، أندية شغالة كشتينة وضمنة، تمشي تقعد مع شلة بتاع الشباب يملوك مصايب، حاجات غويشات وحاجات كيف وحاجات كيف معارف قصيرة وناي، شباب تعبانين ومصايب، تخش النت صباح الخير مساء الخير ونحن جينا وانتو جيتوا وهذا انا جيت داخل، انت داخل وين وجيت من وين ومركت كيف، وكل لخبة في شخبة والله الذي لا اله غيره، فكون الشاب يا جماعة في وسط الفتن دي والشهوات أغاني وأفلام ومصايب ونساء وتبرج ونسات وشلل سجائر وصعود بلاوي وملهيات، يا أخي ملهيات شغالة، ناس قاعدين في النجايل تلقاهم هسي دي هذه المغربية هسي مش شارع النيل وشارع بتاع مدرمان ومش بتاع الخرطوم هسي دي الليلة، ومش شارع المطار بغادي بالجهة الشرقية تلقى الناس قاعدين في النجايل، بنات بيجن من الغرى من المدن البعيدة يدرسوا هنا، أبهات النايمين في البيت قال إنهم في الداخليات البنات وين قاعدات تونسوا، واللبو يهز ويرز في البلد ونحن وأنا بتي واثق فيها ويبقى جاي، أنا والله مرة راكب مع واحد قبل فترة بسيطة أقل من شهر راكبين جايين من كوبر، جينا من كوبر جينا بالشارع ماشيين على جهة شارع المطار ده، لما جينا بالطريق السير انقطع بتاع المروح، لقينا انا مش مسافة نقيف نبرد العربية، انا مش مسافة بنات طالبات بتاع الجامعة وطلاب، الولد والبيت يجوا في الظلمة ماشيين، نحن طبعا مضطرين واقفين في الظلمة نبرد، ديل ما عارفون دارين يبردوا شنو، جوا ماشيين ساي البيت تضربه في يده وهو يضربه ويتمايل ويمشوا ويجوا يتطاقشوا ويجوا راجعين وماشيين في الشارع ما عارف ذات الحاصل، كلها مصايف في البلد دي وفتن كقطع الليل المظلم، لذلك قال الله تعالى في القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، ومجتمع ما بعين على الخير إلا من رحم الله، دي ممكن عشان يقعوا في معصية أسهل ما يكون أسهل ما يكون، عشان يعملوا الطاعة والخير يمشي يتزوج راسه يضرب ذاته، يجيب لنا شنطة ب 30,000 وده ب 50,000 وده ب 20,000 لما شباب ذاته عزفوا عن الزواج وما عندهم حق ما عندهم حق يقعوا في الحرام، يضيق للناس تضيق أبواب الخير وتفتح أبواب الشر، شاب في وسط الأبواب دي كلها وسط الفتن يكون ثابت مستقيم ده زول راجل،
وده زول فيه خير، وده قال لك زول يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. في عبادة الله من عبادة الله ثلاث عبادات. العبادة الأولى طلب العلم، دي عبادة فيها أجر. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شاب ده بيطلب العلم، شكاه والله نحن بنفرح فرح شديد، قال والله لما بدت الصلاة ما عارف أتكلم فيه. سألت المسلم ده قلت له المحاضرة يا زلمة شنو؟ قال لي ما عارف، قال لي سايكل. لكن لما اتلفت ومن نهاية الصلاة لقيت المسجد مسجد كند اللهم بارك فيه شباب وفيه خير وكذا نحسبه، وجو المسجد وقاعدين طوالي، قلت بس حديث تكلمنا فيه قبل كده، لكن قلت نتكلم فيه نذكرهم شباب فيه نحسبهم. تطلب العلم أول شيء، شاب نشأ في عبادة الله تطلب العلم، خاصة في الزمن ده الذي كثرت فيه الفتن. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. انت شاب دائر الدين، دائر تنجو من عذاب الله وتدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، تتعلم، لأن العلم ده بسد لك البابين، باب الشهوات وباب الشبهات. ما الشبهات بس، الشهوات قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده شنو؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مسروق رحمه الله من أئمة التابعين قال: بحسب المرء، بحسب يعني يكفي المرء، بحسب المرء من العلم أن يخشى الله. يكفي أنه الزول عنده علم أنه يخشى الله، بعد ذلك لا طبعا برضو يتعلم. وبحسبه من الجهل أن يعجب بعلمه أو عمله. ذكره أبو خيثم النسائي بتحقيق الألباني في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي. وابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء السابع له كتاب الإيمان قال: قيل للشعبي، شعبي بن شراحيل، شعبي ده رحمه الله تعالى برضو أبو خيثمة قال عنه، أبو خيثمة في كتاب العلم كتيب صغير جاي فيه فوائد كثيرة جدا، قال فيه آثار عن السلف، قال: الشعبي قال: ما كتبت سوداء على بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث فقلت أعد عليه. يعني من أول مرة أسمع الكلام خلاص شنو تحفظ خلاص. ما كتبت سوداء على بيضاء، ونحن محتاجين نكتب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة كما قال بعضه. لكنه قال لك من شدة الذاكرة بتاعته، من توفيق الله من إعانة الله له، قال: ما كتبت سوداء على بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث فقلت أعد عليه. بيحفظ طوال. الشعبي ده ابن تيمية في الفتاوى الجزء السابع كتاب الإيمان قال: قيل للشعبي: أنت عالم؟ قال له: أنت عالم؟ قال: إنما العالم الذي يخشى الله. زول بيخشى الله ده زول عنده علم. عشان كده لما تتعلم باب الشهوات دي ذاته شنو بتكفل، لأنه بتخاف الله سبحانه وتعالى. هسي لو زول زاي لله المثل الأعلى، زول من عامة الناس، واحد تاني بخش السجون جوا عنده رتبة، خش السجون جوا شوف التعذيب، دخلوا في خدتوه في سفنجة فيها موية ما بعرف وكهرباء بيقى بيتقلب، وده قلعوا له فوره، وده دخلوه وين، وده خلوه في محل الموية بتنقط نقطة نقطة، وده دخلوه في ثلاجة، وداك في ما بعرف تجار. مهم الزول شاف العذاب جوا. واحد تاني من برا زاي شاف السجن ده برا مبيض، ساوي اللي ابويا ولا بياض،
وما عارف جوا في شنو. البلاوز اكثر ياتو مش العارف ده لله المثل الاعلى. زول بيقولوا له الله عظيم سبحانه وتعالى لكن هو جاهل. واحد قرأ عن عظمة الله وعن آياته الشرعية وتعلمها وعرف أسماء الله وصفاته وتعلم العلم الشرعي وعرف ربه سبحانه وتعالى وتأمل في الآيات الكونية، ده مش بخاف الله؟ لأن الله عظيم سبحانه وتعالى قوي. فكلما تعلمت ازددت خشية من الله سبحانه وتعالى وخوفا منه جل وعلا. وقدر ما تخاف الله بتبعد من الشهوات. هذا زول الخايف، لو زول خايف شديد قالوا زول الزول ده جاي يكتلك، ما ادي لمسة كان اخذته لا احسن اكل بياكل فكر ياكل ولا بس الهم اللي قدامه ده ملاوز. الزول الخايف ده ما فكر في الشهوات، لا اكل لا زواج لا غيره، لانه خايف. القلب ده لما يبقى فيه خوف خلاص. فكيف قال؟ فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه. بعد قال ونهى النفس شنو؟ عن الهوى فان الجنه هي المأوى. من ذلك اللي بيخاف من الله ده ثاني سبحانه وتعالى ثاني خلاص. حتى في القتال في سورة المائدة في زمن موسى عليه السلام في عهده، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. اللي بيخاف من الله ده بجاهد، اللي بيخاف من الله بيترك الشهوات لله سبحانه وتعالى وهكذا يفعل الطاعات. لكن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو؟ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. خايف، الخوف ده طير النوم من عيونه، ولا بالليل يصلي دار نوم ذكر الموت او بعدين انا بشاهد ولا ما بشاهد، ذكر القبر ذكر النار، وعنده ذنوب قام يصلي لله ويستغفر الله ويدعو الله ويبكي لله ويعظم الله سبحانه وتعالى. فزول يا جماعة كلما تعلم ازداد خوفا من الله وخشية لله، ده جانب الشهوات ويصبر. وجانب الشبهات اشتباه الحق مع الباطل على العبد، اشتبه عليه الحق من الباطل. لما يتعلم بيميز طوالي بيعرف ده حق ده باطل، لأنه قرأ النصوص ويتعلمها وتعلم وعرف الحق من الباطل. ولذلك الإنسان يتعلم وهو الشاب يتعلم. سلف ديل كانوا مسافروا في العلم، يسافروا يتعلم يمشوا سنوات الطوال ويجوا راجعين، والفي بلده في عالم يقعد يدرس معاه وهو طالب علم عنده من العلم يدرس معه، وهكذا تلقى ساهر بالليل أو يصحى قبل الصبح يراجع المسائل ويجيب تسجيلات العلماء يخدها. في ناس كذا تلقى في بيته عنده مكتبة كبيرة وعنده لابتوب وينزل تسجيلات العلماء والشيخ محمد أمان الجامي وإلى آخره، مجموعة من العلماء يعني. وبعدين يشغل تلقى خاتي له سماعات وخاتي ويسجل ويدون، يعني خير كثير. يتعلم ويعمل بالعلم، دي العبادة الثانية. مش تتعلم وتقوم شنو؟ تخالف. لأنه أنت بعد تتعلم، قال ابن عثيمين في شرح لحلية طالب العلم: لا تكثر حجج الله عليك. مش معناه تعرض عن العلم، لكن بعد تتعلم طوالي تعمل، ما تشتغل بالناس. استقال الشباب ده الكثير منهم دار يستقيم لكن ملاوز من الناس، ولك والله دارين الدرب الحق لكن تراكواته خايفين من حاجتين. الحاجه الاولى ما لنا نخش معاكم لان ابقى برانا ظريف جدا، ما تخش معانا ولا مع دين، خليك براك كويس الكلام تمام يا عمنا، خليك حر. واحد. اثنين
يقول لك والله الناس ما بخلونها أخ. يا ناس الزول سايب إن بقى يصلي صلوات الخمسة في المسجد وبقى مستقيم وكذا 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 وخلى الحفلات وكذا، شباب ذاته ما بريحوه يا أخي. يقول لك أنت مالك يا زول، والحصل عليك شنو؟ كذا افتح عيونك، أنت جاتك شنو يا زول؟ في شنو؟ وكلها هوى الزاد. شباب يا أخي المجتمع ما بعين إلا من رحم الله، والله الذي لا إله غيره. يعني لو بقى شاب فنان احترموه، الأستاذ الكبير ولا كبير ولا إيش، والكبير والشنو. ولو بقى زول بتاع مصارعة وحديد وأشياء القاهم برضو شنو متكيفين منه، ويتفرجوا في يديه وعجبك، وبيلبس فنايل ضيقة شوية عشان ظاهر لك العروق والحاجات، القاهم هنا وشيل وخد، والناس متكيفة. لو بقى عمل في نفسه أي شيء فلفلة بيجاي وحاجة تحت ضيقة، وبيجا حاجات زي الغويشة كده وسبح مربطة، سبح دي ما تشيله كله كله، وما بعرف ما بخلوه زي. لكن مجرد ما يستقيم بعد الناس بتجيو، ليت تشددت وتساوي في نفسك كده ليه، والحاصل عليك شنو؟ والله مر عمك في الوضايات عمره قريب 80 سنة، أنا بتوضى زول له مع المغرب أذان قبل يأذن ولا بعد ما بعرف، بتوضى عمك كبير قاعد جنب الحيطة بتاعت الوضايات المؤازير، قال انت هسي يعني ساوي، انت ما شايف البنات ديل في الشارع ده في الجامع؟ عمك عمره 80 سنة ولا فات 8، وزي ديل بحيروك؟ والله الذي لا إله غيره. سلف ديل يا أخي انت، ولذلك انت يا جماعة تعمل بالعلم وما تلتفت للناس. رب العزة والجلال وراك في القرآن، بيّن لك في القرآن، وراك دخل بيّن لك في القرآن في آيات كثيرة، وأنا أديك جزء منها في سورة العنكبوت. قال الله تعالى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى في سورة المطففين إن الذين أجرموا، أجرموا كانوا من الذين آمنوا شنو؟ يضحكون. كذا شوف الحاجات داسة فيه ولا ما فيه، يضحكون شوفك كذا يديها ضحكة طوال. وإذا مروا بهم يتغامزون، لك شوف ده جه خلاص الله يستر، هسي يقول لي أنا حرام، وانت بيه دليلك يقول لك وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم رجعوا إلى أهلهم، يعني انقلبوا فكهين ومجرم. بعد لما نرجع على أهله تلقاه شنو متكيف، احنا عايشين وديلك دايشين يقول. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، لك شوف الضلال دجا والله الضلال دجا. واحد من أخواننا قال لي يزول ما تنادي غير الله سبحانه وتعالى، مش نصح نصيحة عظيمة، قال لي ما تنادي غير الله. قال لي أخينا ده، قال لي أنت عارف؟ قال لي شنو؟ والله قال لي أنتم مشركين شرك لأخونا، لأخينا. وأخونا قال لي ما تنادي غير الله. قال لي أخينا ده، يعني نادي الله سبحانه وتعالى. قال لي أنت عارف؟ والله أنتم مشركين شرك، يعني الزول اللي بيقول نادوا الله مشرك. شكل البلد دي ماشي إلا من رحم الله، وما رحم الله ماشي شنو؟ ماشي ماشي بالقلبة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على شنو؟ على صراط مستقيم. هسي تخش مساجد غير مسجدكم ده، ما شاء الله ظريفين لكن أحسبكم، لكن في مساجد يعني تخش تقول نادوا الله سبحانه وتعالى، ما تنادوا غير الله، ما تعلقوا حجبات، ما تعلقوا كمون، ما تمشوا للدجالين، ما تسفوا التراب، ما تطوفوا بغير البيت. ولك وهابي تجي المسجد ذاته تقول له نسمع، والله عندنا شيخ من كراماته
دي كرام هسه حكى لي زول وبسببها خلى الطريقه هسه حكى لي العصر قبل العصر بشويه مدير بتاع مدرسه جنب كنار هناك قال لي انا خليت الطريقه بس قال لي واحد في الحجوز في مشينا قال لي في حياه مستنكره لما مشينا ادانا كرامه ذاته قال لي انا كنت مدنقر رفعت راسي وطوالي اتخرجت بس جيت معاهم في الدفار وصلت وطوالي قال مره كبيره عمرها قريب 70 سنه عندها قروش جات للشيخ وده بيحكي لنا تلميذ الشيخ ده شيخ ذاته قال له جات وقالت له انا دار لي جنه وراجلي مات وعمره 70 سنه دار يجيبه كيف انا ما عارف جاسبه كيف ما بعدين قالت له دار لي جنه قال لا خلاص قال مسك راسه ومشى مشى مشى محلات وحكى لي غايته شغله دي قاعده بعدين شنو؟ قال لي يا زول في النهايه قال لي طلع لي زول من المره ذاته طلع لي زول محل غايته طلع لي زول قال طلعه قال زول ابيض وشعره كذي شعره ماشي ما سوداني قال والمرأة عمرها 70 سنة ما في ما والله الذي رفع السماء لو أنا كاذب فيما ذكرته الله يدخلني النار والله ينجينا وإياكم من النار لكن والله هذا الكلام ده أسي قبل العصر زول مدير مدرسة قال لي طوالي في واحد هندي مشوا جابوه طلع الزول الجنة ده هندي قال اتكلم معاه في الهندية قال لي تجابك هنا شنو قال لي أنا هناك بس كنت بحضر في النادي في زول مسكني من رقبتي كذي في النادي في الهند مسكني من رقبتي كذي وخليناه اتلفت لما لقيت روحي جنب المرأة الكبيرة دي خلاص يا يعني دي كرامة قال الناس قاعد يكوركوا ويبكوا قال أنا كنت مدنقر رفعت راسي قلت معقول الشغلة دي كذي زول يجروا من الهندي من نادي بتاع نادي في الهند يده دي من السوداني وصل الهند وجر له زول من رقبته ما مخلت لفت ذاته وجر من رقبته وجابوا لحد ما ومرقوا وتسلموا ليه مرة يا أخ سودانية تجيب لها هندي ما عندنا مشكلة في الهنود المسلمين لكن تجيب لها هندي وبالطريقة دي كذي وزول زوجها مات انت جاسفته كيف الشغل ما دار أعرف بالراحة كده لما تقول خرافات زي دي يقول لك ده زول ما شاء الله والله عنده كلام عجيب تلاحظت المسألة دي نادوا الله انت وهابي كعب وما ابو وهابي في الدين ابقى حر مستقيم بس ونادوا الشيخ انت زول تمام الشغلة دي ما اتقلبت نادوا الله الخلق الكون انت زول كعب نادوا الشيخ انت زول تمام ودي ابتلاءات الان في البلد دي وغيره والله الذي لا اله غيره يا اخي بنتي تنقب تلبس الزي الشرعي بعد اقول لها دليلك شنو؟ تدّيون الايات والاحاديث واقوال العلماء وليضربن بخمورهن على جيوبهن واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب بدل يزالوها من الادله يقول لا ياتي نحن ما عرفناك ذاته جايه ولا ماشيه انت ذاته مقبله على وين وده ما احسن شيء انك ما تعرف ذاته احسن شيء يسخرون من اهل الحق ويصنفوك ولك انت مع الطائفه الفلانيه انت ما تبقى مع اي طائفه منه يعني ما تتحزب لاي طائفه لكن تبقى مع شنو؟ مع الكتاب والسنه ومع الحق واصبر على اذى الناس قال لك واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين شكي رب العزه والجلال قال في القران فاصبر على ما يقولون قل لو ما بقولوا كان رب العزه والجلال قال فاصبر على ما يقولون ما كان لكن هون بيقولوا شكي قال لك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك في سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فأنت تصبر على الأذى يا جماعة الإنسان يبتلى والمجتمع ده أصلا كذب إن مشيت مناسبة يعاينوا لك إن مشيت مناسبة بتاع الزواج يعاينوا لك يعني إن أكلت عزموك أكلت ومرقت ساي يقول لك شوف ده زاغ من الكشف والله ما بخلو ده زاغ من الكشف
في المناظر بتاع دايرس يقول لك عن اللزق عمل رايح وشايفهم شايف الشنطة والكراسة. زي واحد قال له نجي الغرية ديك ولا ما نجي؟ قال له ما تجهز. قال له والله بالليل قراص وبالنهار كراس. قال بالليل قراص في النوم قال له بالنهار كراس ابقى ماري. قال ما تجهز. في المناسبة اي شيء الان تبتلى لو بقيت هلالابي المريخ بخلوك ولا بيضعنوا فيك؟ لو بقيت جوا الحكومة الخوارج بيتكلموا فيك. لو بقيت بيجاي ديل برا منا تراه قد تبتلى من قبل بعض الناس. لو بقيت زول مستقيم يقول لك مشدد. ولو بقيت منحرف يقول لك رمتالي سهل هتبقى شو. ولو بقيت في النص يقول لك خلي النفاق يا مش بيجاد صح ولا ما صح؟ يقول لك خلي النفاق يا مش مع ناس الدين جد يا مش مع ناس الدنيا جد. فلذلك انت اصلا الناس ما بتسلم منه. انا ما داير اضيع الزمن لكن في النهايه الناس ما بتسلم منه ما تشتغل بهم خاصه انت شاب حافظ على الفرصه دي فرصه. شاب نشا في عباده الله قد تغلط لكن تتوب ترجع وتستقيم تصبر تعمل بهذا العلم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثلاثة تبلغ العلم للناس. أنت كونك تكون شاب تمشي تبلغ الناس الدين ولو كبير برضو تبلغهم لكن أنت شاب تمشي تشتغل في السوق هذا شغال من الصباح للظهر ولا بعض الظهر المهم جيت من شغلك جهزت استحميت وأمورك تمام وتغديت تمشي محل الدروس تتعلم تمشي المساجد تبلغ الدين. وما معناه تبلغ الدين تبقى شنو زول هنا ممكن تشتغل في السوق وزول عادي مع الناس لكن تبلغ شنو الدين تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم شنو هدى. شو الفتية ذي لما فارقوا قومهم لله تعالى الله اداهم كرامة للليلة بتذكر وليه بكرة وهم أصحاب شنو؟ الكهف 309 سنة تقدر تنوم نومة زي دي 309 سنة وبعد دحيوا الله أحياهم ومرقوا والواحد شايل العملة ومشى داير له وكل خبز فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم شنو؟ أحدا. طوالي مشى. تعلق شاف العملة. دي ما عملتنا. دي جبتها من وين؟ وسألوا لحد ما وصلوا الكهف. عرفون ديل شنو؟ ديل الزمان. قصة عجيبة جدا. الناس ديل فتية شباب. وإبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام كان شنو؟ سمعنا فتن. يذكرهم يقال له إبراهيم فتى شاب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاته الدعوة عمره 40 سنة ودي ريعان الشباب بالمناسبة حتى إذا بلغ أشده وبلغ شنو 40 سنة 40 ده شاب لسه شاب. ولذلك أنت شاب ده استفيد من الشباب ما تضيع شبابك زاي تضيع يا أخي شباب هسه يعني واحدين مدمنين واحدين تلقاهم لافين بعربات مظلله في الشوارع مما العيشه هي بالنهار تلقاهم نايمين بيمرقوا بالليل زي الاخطبوط بيمرقوا بالليل بس زي بتاع الزنك ذاك اللي بيمرق ابو خفاش بس بيمرقوا بالليل دي. انت مظلل ويجي في الشارع انت عمك كبير ما بقف لك زول كبير ما بقف لك ده رجل رزي بقف لي ناس معينين هاي وقف قدام مترين ومصايب وبلاوي ويعصي الله ويغفل. الكلام ده فيه حديث خطير في صحيح البخاري عن سمره بن جندب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. رأى رؤيا في المنام، أتاني الليلة آتيان فأخذا بي فانطلقا حتى أتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلق بها رأسه فيتدحدح الحجر صخرة، فيذهب فيأتي به فإذا رأسه قد نبت فيضربه زور راقد نشايل له حجر ثقيل بيضرب صخرة، يهارس له رأسه يمشي الحجر هناك تاني يجيب الحجر رأسه بينبت تاني، يعذبون في البرزخ في القبور. فقلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فأتينا على جبل وعر فقال لي اصعد، قلت لا أطيقه، قال اصعد وسنسهله لك. قال فصعدت أو ارقى، فصعدت فإذا نساء معلقات من أثدائهن، وفي رواية قال وفي بعضها قال وإذا برجال ونساء وأشياخ، يعني ناس كبار في السن، كبار في السن، على مثل التنور. التنور قال النووي فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، ناس دخلوهم في فرن زي القدرة أعلاه ضيق وأسفله شنو؟ واسع. فإذا أضرمت النار من تحتهم ضوضوا، قال النووي يعني صاحوا، وكادوا يخرجون من فيه التنور ثم يعودون، يعذبون في قبورهم. فقلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فأتينا على رجل يسبح في نهر من دم، دول يسبح له في نهر بتاع دم، وآخر على شاطئ هذا النهر على حافته يحمل، قال الحجارة حصى، فإذا اقترب هذا من شاطئ النهر ألقمه الحجارة في فيه، يضرب في خشم للحجارة. قلت من هذا؟ يعني الذي يسبح في نهر من دم. قال انطلق انطلق. فأتينا على رجل مقرض بالمقاريض من فيه، مقاريض بتاعت حديد شفت السفلى إلى منتصف بطنه، ومن الشفة العليا إلى منتصف رأسه بالمقاريض من الحديد. فقلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. حديث طويل. في نهايته قال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل المضطجع الأول وآخر قائم عليه بصخرة يسلق بها رأسه، فهو الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، صلاة الصبح مفوتة. في ناس كذب وتلقى زبط المنبه سبعة، يعني الزول ما نام زبط المنبه بدري، ولا قال صحوني، ولا جاء خدت النية وماذا وزابط المنبه وقت الشغل ولا وقت الجامعة. يعني الصبح ده موضوع شنو مهم كثير، متى ما أصحى أصلي وتلقاه هكذا. وأما الرجال والنساء والأشياخ على مثل التنور، وده مناسبة الحديث، فهم الزناة والزواني، يعذبون في قبورهم. ذل وقع في المعصية دي وما تاب، لما مات أز يستهينوا بها شوارع، وواحد يقول لك ده مفتح بسوق دي وبسوق ده ويتونس مع دي، موضوع ده نهاية عذاب قبر ونهاية عذاب قدام، وموضوع إن لم يتجاوز الله عنك ده خطر شديد، عذاب قبر تتعذب يا أخ نار وفي القبر، والقبر ده لو خلوك زايد تتحمله عليك الله عز وجل، لو قفلوا المراوح دي وهذا الشبابيك فاتح الناس ما بتعرق، خليت في شبر وكمان نار نار، والزواج ما تزوج زوج أربعة ومباح لك أربعة، تلقى بلاوز تزوج أربعة تقع في المعصية يا أخي وغض بصرك. وهكذا قالوا أما الرجل الذي يذبح في نار من دم فهو آكل الربا، يأكل الربا. الآن الربا منتشر، تلقى في السوق العربي في غيره ربا النسيئة أو ربا الفضل، غير ربا الفضل، واحد تلقى خدت له فكة ما شفتهم في العربي فكة، يجي المساعد يدي 10 جنيه صم، وده يقوم يديه كم؟ 9، يحارب الله بجنيه، تقدر تحارب دولة كاملة
دولة تقدر تحاربها؟ تحارب الله الخلق الكون بجنيه مثلا؟ لقى الله شو الجرأة دي؟ حرب مع الله سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت تقدر على حرب زي دي يا أخي؟ والغريبة تلقى قاعد في الشمس، التوكيت في الشمس يا أخي، جيب ليمون تغرب أكثر من الشغل ده ذاته، ليمون بس. ولا ذاك اللي بيسووه في الشاي الأخضر ذاك، ها؟ كله جيب إن شاء الله. وانقى بيشط، وانقى بيشط هذيك هذا خلاها شوية، في ناس بيشتروها بلخص، يشتري يجيب لك حاجات أفيد الناس، إن شاء الله تجيب شرابات تبيعها في آخر. تقعد يا أخي تحارب الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الرجل المقرض بالمقاريض فهو الرجل يكذب بالكذبة فتطير في الآفاق. تلقاه يدي الناس نكتة يضحكون، كذب زي نكتة يضحكون، ينشروها لك في الجروبات، في الفيسبوك، وين وده يرسلها لده وده يضحك وده يتعذب بمقاريض. تكذب ليه؟ عشان تضحك الناس. فنحن ماذا نشتت الكلام؟ الآن الشاب يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى بين الناس، كونه في وسط الفتن دي يكون مستقيم وشاب نشأ في عبادة الله، ده خير كثير. ثلاثة، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، إذا جاء الصلاة وصلى اشتاقت نفسه إلى الصلاة التي بعدها. في ناس كده راحتهم في المسجد، ولاحظنا المزالة دي يعني، في ذو راحته في النادي، مشتينا ضمنا القاو يقول لك هوك معلم بتاع الكشتين جه يا زول، تلقاه يجرجر جاي وطقش في الضمنه بغادي، ويجيبوا جبنه ويجيبوا جنزبيل، تلقاه في النادي ساو غلبه راحته في النادي، بس في زول راحته في المسجد. تلقاه يجي بدري مرات، في ناس بيجوا قبل المؤذن، تلقاه قاعد في المصطبة بتاعت المسجد، ده ماله جابوا شنو؟ لأنه راحته شنو؟ في المسجد، ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. في ناس لما يتضايقوا تلقاه يجي في زاوية في المسجد، هناك تلقاه براو لابد براو، ويدعو الله ينكسر ويتضرع لله، راحته في المسجد. وتلقى بعد الصبح، يا أخي ابن القيم قال: يجلس ابن تيمية بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس. قال: هذه غدوتي، إذا لم أقم بها أسقط. قال لي زي الأكل، تسبيح والعبادة دي وكذا، كما قمت بها قرب أقعد. بيرتاحوا في المحسبهم يعني، وغيرهم يعني، أنت ترتاح في المسجد ناس كتار يا أخي، تلقى بعد الصبح ما شاء الله تلقى يمسك المصحف يقرأ، تلقى يسبح استغفر، بعد المغرب تلقى مسافة، بعد العشاء تلقى مسافة، يجي أول زول ويمرك شنو؟ آخر زول. وزي ديل بتلقاه واحدين، تلقاه زول كبير في السن يجي يفتح الأبواب، وتلقاه يغش في المسجد، وهكذا. فضل عظيم يا أخي، كان الله أداك نعمة زي دي، أشكر الله عليه. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الرجل لم يكن لا يريد النساء، قال هذا الرجل لم يكن يعني يكره النساء، يعني غريزته انه اي رجل يميل الى المرأة، لكنه ترك هذه الشهوة خوفا من الله سبحانه وتعالى. مش معناه شنو ما عنده رغبة في شنو، لكن هو قال ابن عثيمين: لأن الرجل إذا هيئت له المعصية فإما أن يأمن من الفضيحة والعقوبة، وهذه ذات منصب تؤمنه، وكذلك لا بد أن تكون المرأة جميلة حتى ترغبه في شنو؟ المعصية. ومع أنها أمنته ورغبته، ومع هذا قال: إني أخاف الله. ده المنع، مش قال لي أنا ما دار معصية ولا كذا، يعني النساء مثلا النساء، وإنما ترك المعصية وأبغض المعصية واجتنب المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى.
فقال إني أخاف الله. ولذلك الرجل ده استحق بفضل الله أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. انت ثلاث أشياء دي تذكر. المرأة دي ذات منصب واحد، وجمال اثنين، ثلاثة هي التي دعته، مش هو القعد شنو هو القعد يخطط. في ناس شباب كذي كتار، ما عليش أنا عصرت على موضوع الشباب لأنه الآن مشاكل كثيرة الشباب واقعين فيه، واحدين بيتفاخروا تلقاهم قاعدين شلة في الشارع، تجي بيتماشى يقول لهم أنا بصاحب دي، ما شفتهم واحدين ويمشي يقول لك زول مفتح ووك يجي كيف إن شاء الله تمام محاضرة كيف، وتلقى ذاك كيه ذاته وما بعرف، وشوية شوية يتونس مع البيت وشوية شوية، وقال الكلام ده فلاح وقال لك دي دعته، هي التي دعته وذات منصب وجمال، وبعد ده قال إني أخاف الله. ياك إنسان يترك المعصية لله سبحانه وتعالى. خمسة قال ورجلان تحابا في الله، حب أو أحب أحدهم، أحب أحدهم الآخر، وكذلك الآخر أحب الأول. حباه في شنو؟ عشان قبيلة واحدة؟ لا. عشان ده عنده قروش؟ لا. عشان ده بيجيبوه في التلفزيون؟ لا. عشان ده مشهور؟ لا. عشان ده بيتعامل معاه في السوق؟ لا. عشان ده دفعته؟ لا. عشان ودى الفريق؟ لا. عشان بيحسن له؟ لا. أحبه لله سبحانه وتعالى وفي الله، أحبه في الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الفوزان حفظه الله في شريط له بعنوان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، شريط قبل سنين أيام الأشرة ذيك، بعدين قال فيه الحب في الله أن تحب رجلا، كمثال يعني أن تحب رجلا أنت كرجل يعني، لأنك تعرف اسمه، وإنما تحبه لما ظهرك من إيمانه وعمله الصالح بس، ولو لم تعرف اسمه. ما زول لم تحبه في الله سبحانه وتعالى، ليه؟ ظهر لي منه إنه زول مؤمن، ظهر لي عن الإيمان والعمل الصالح، يقول أحسبه الله حسيب وتحبه في الله سبحانه وتعالى، ده الحب في الله. وفرق بين الحب في الله والحب مع الله. زول حبيته ليه؟ لأنه بحب الله ولأنه بطيع الله سبحانه وتعالى ومخلوق والله الخالق سبحانه وتعالى. الحب مع الله ده أساس الشرك، التعلق بغير الله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والتعلق بغير الله يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. تلقى بحبه لما نشرك به، يحلف به واحد يقول لك وحاد فلان، وتلقي يناديه من دون الله سبحانه وتعالى في الشدائد، يناديه يا فلان الحقنا، ومرات تلقى ميت، ما جبت الشغل زول ميت. رب العزة والجلال قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، زول مات يا جماعة بالراحة كده، ماذا أن شتم أي زول بالراحة، إن كان كلامنا ما فيه شتيم لكن بالراحة، زول مات، الكلام ده نكرره كثير، يغسلوه ما قادر يتحرك، يغسلوه يقلبوه عن قريب، ويجيبوا الكفن زي الملاية ثلاثة قطع وخدتوا فوق لها، القطعة الأولى والثانية والثالثة، وربطوه ثلاثة ربط في السودان يعني واحد في النص، وخدتوا في بريش في عنقريب، وشيلوا أربع رجال، الزول لو بيتحرك كان شالوا أربع رجال يشيلوا، يودوا المقابر ويحفروا المطمورة
ودل حد ويدخله به جنبه، يعني الزول ذاته ما راقد على ظهره عشان يقوم، راقد بشنو؟ به جنبه كذا. انت الليله جربها عليك الله، بعدين جربها في البيت، ارقد به جنبه في، خد سريرك مع الحيطه، تخيلوا ده القبر، خدته مع الحيطه وارقد به جنبه، خد يدك دي به تحت وارقد فيها به جنبه، تقدر تقوم؟ والله ما تقوم، ما بتقدر، مهما يدك دي تكون قويه ما بتقدر ترفع بها جسمك، وتلقى راقد مرات خطابه قدام ذاته، وبعد دخلوا جوا القبر جيبوا اللبن الطوب طق 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 رصوه، وجيبوا الطين ليزوه، وجيبوا تراب فوق له، بعد ردموا تراب الاربعه ديل دفنوه، يصلوا بيتهم يعتروا ويقول لها فلان الحقنا، ده بيلحقنا يا جماعه، انتوا دفنتوا دفنتوا دمنه ده فلان ذات، كيف يلحقكم؟ الان ذا نعرف الزول اللي بيمرق من القبر، لو بيمرق الملائكه اللي بيسالوا فيه بكونوا بيسالوا فيه منه في قبره ده، يعني هل بيمرق؟ ولما يمرق قبره ده بكون عادي ولا بيفتحوا وتاني يجي يرجعوا براو؟ نحن ذا نعرف زول تلقاه واحد جوا البنيه، واحد هناك ده بقول له الحقنا، وده جنبه بقول له انا مشكلتي ما حليت لي، ها يجاوب منو ذاته؟ وابن له اوضه، زول ميت ابن له اوضه ويسوي له باب في الاوضه، باب للميت ده ساوي له ليه؟ وترباس، والشيخ ذاته ما تربس وساوي له طبله، ما شفت لاقتك قبه من غير باب؟ ببابه وطبلته، يعني الشيخ ده لو حي الا اول شيء شنو؟ يفتحوا له الباب لانه مطبول، وتلقاه مطبول والمرأة من اخر الدنيا، الحقنا وافزعنا والحقونا ونحن يا ناس فلان، ده شرك بالله سبحانه وتعالى، وده لو ما شرك ثاني ما في شرك، تنادي ذول ميت تترك العظيم الجليل الكريم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، تنادي يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، وزول يا جماعه عمل الكلام ده ما عنده صلاه ولا عنده صيام ولا عنده حج، تعبان ذا تعبان والله، لانه قال لك في النهايه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ اباء منثورا، ودعا لله ويحسب انه ولي لله او يحب الاولياء، دار تعرف زول عدو لله البنادي غير الله سبحانه وتعالى، دار تعرف زول الله بيبغضه، تشوف لك زول الله بيبغضه شقي العقيدته في غير الله سبحانه وتعالى، ولما يموت عليه تترك العظيم سبحانه وتعالى وتلجا للمخلوق الضعيف اللي بياكل ويشرب ويموت، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالحب في الله تعالى ليس معناه الحب مع الله سبحانه وتعالى، والآن الغلو في هؤلاء الأولياء والصالحين المزعومين، كثير من الناس يقول لك انتم ما بتحبوا الأولياء وانتم ما بتحبوا الشيوخ وانتم كذا وكذا، نحن أول شيء الأولياء بحق نحبهم، بحق نحبهم في الله تعالى، لكن لا نحبهم مع الله سبحانه وتعالى، ودائرك الشيخ ده راحت منك جي تمش له، وابويا الشيخ انا عندي ذهبات راحا شوف اللي وين، وابويا الشيخ انا عندي غنماي راحت شوف اللي في وين، وما بعرف وكذا انا مسافر والموضوع ده كيف، وهل السفر ده وبينجح ولا ما بينجح ولا ما بعرف، واتزوج وفلانة دي اتزوجها ولا ما اتزوجها، وحتى بيجوا مسائل الدجل والشعوذة والأشياء دي بقت حتى في الأغاني، يقول لك ستة الودع عرم الودع شنو ما بعرف وكذا أشياء، يعني تعرفه وما تعرفه، مرات نعرفه ومرات ما نعرفه، وكلها مصايب
والداعية دي تدعي علم الغيب يقول لك بكرة بيحصل لك كذا وكذا. وفي القرآن، القرآن واضح، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مش واضحة؟ واضحة جدا. ويمشوا الشيخ وحاجتي دي كيف، وحجبات وكمون، واحد في بزبد، القصة دي قلتها 4 مرات ولا 5 مرات، في بزبد اسمه إبراهيم من الشباب، قال لي في واحد عنده موتر، الموتر ده ركبوا فيه كمون، قال الكمون عشان يحفظ الموتر من ما يروح، يعني ما يدعين ولا يروح ولا كذا. قال جات غرماية ماشي لفت كذي في الموتر، لفت منه ما أكلت إلا الكمون، الغرماية بس أكلت الكمون وبقت ماشي، ما غرماية ظريفة على قلبه، أكلت الكمون ومرقت. ودخلت إنه شنو؟ يحفظ ذاته وما حفظ نفسه من الغنماية دي، ده بيحفظ لموتر لمت فيه وانتهت منه تمام. ما شايف بس يشوف فعب يلبسون شنو حاجات، ولك خايفين على من العين، شافع تلقاه ريالته سائلة، وتلقاه جاري في الطين سائل تحت ما بيجي، ايوه ايوه ضارب الهوا ماشي، ومشغلته جاي طويل، وما في الطين يلعب ومجنبق، وتلقى ما كل خضره بايته برضه في رقبته في 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 صدره، وحالته في البلد شافع شعره ملان تراب وهناي، ويقول لك ده خايفين عليه من العين، وداسي بدو عين ولا بدي عين، الشافع ده ذاته زي ده بدي عين ولا بدو عين ذاته ولا الحاصل عليه شو، ولو بقى نظيف ذاته هل بيحفظ منه يا جماعه؟ فالله خير حافظا وهو ارحم راحمين. حجبات ومصائب وبلاوي وكذا وكذا، وما يقول لك انا عقيدتي ما في الحجاب، عقيدتي في الله، كذاب والله. اي زول يقول لك كلام زي ده يقول لك خلاص تعال تعال شيل لك خرطوش بتاع مويه ومش لك شوف لك جحر كن فيه المويه، اللي مرق دابي ولا عقرب قول لي الله هبشه اقلع الحجاب، قول عليه يلا هبش العقرب، يقول لك طب البس الحجاب يلا ابش العقرب، طوالب ميد يد قبيل لما انقلع الحجاب يقول لك شنو شغله دي بتطول، لما لبس الحجاب طوالي قال شنو داري ميد شنو ده عقيدته في شنو، ما واضحه عقيدته في حجابه وشغل بتاع شعوذه حجاب ذاته، شفته اقرا ايه الكرسي هو يشتغل كذا اقرا ايه كذا افتحه ذاته الحجاب ده افتحه، والله واحد اسمه فاروق قبلي أكثر من 5 ولا 6 سنوات في داخلية مدروعة إسلامية في الداخلية في الطابق الثالث أو الثاني، غرفة اسمها 10 في 3، جاب لنا حجبات كنا في الداخلية، الزول من النيل الأبيض جاب له ظريف مالان حجبات، قال لي حجبات بقر ودي حجابات شنو وشنو وشنو، وترى خلاص نفتحها وفيه خير، جاب لنا يعني فتحت الحجاب والله الذي رفع السماء، بلقى في الحجاب مكتوب شعشع بس، حجاب جد كامل ورقه بس مكتوب فيها شعشع، شعشع ده اسم زول لاقاك زول اسمه شعشع، تلاقاك زول بشر اسمه شعشع، ده ان داري ده اللي عزاته يقول له شنو شمعه ولا ده يقول له شنو ذاته، شعشع ده اسم شنو لان عارف، وهل ده دين وهل شعشع ده بيحفظ له بقر، في شعشع بيحفظ له بقر، وكلها هوسا يا اخي، القران ده واضح، وان يمسسك الله بضر عليك، الله يقول الكلام ده واضح كده، فلا كاشف له الا هو، فلا نافيه الا استثناء، وفي اللغه العربيه ان الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر والاختصاص، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما في حاجة اسمها تحويط وكجرك وعمل ليك، ده سحر، ما في حاجة تحويط اسمه اسم الدين، ده اسمه سحر، سحر موجود لكن كفر بالله سبحانه وتعالى، سحر دجالي الشافع ده تحصل، الجنة تحصل فيكم
تاني خلي العالم ده جت عاين له ما تخاف عليه. حصن ومن الصباح علم المرأة، قل لها يا مرأة قول الله حافظة ولا ما حافظة؟ حافظة. قل أعوذ برب الفلق حافظة، قل أعوذ برب الناس حافظة. أقريها ثلاثة في الشافع ده، أقريها ثلاثة الله فكيه تاني خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام بدري وإذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. خلاص يعني شافع الله بيحفظه يا أخي، شنو حراسات وما بعرف ايه ووك. والناس تلقى زول ميت مضروب بطلقه وما ملان حجابات، ذاك يجي زميله يشيل الحجاب يلبسه، هسي ده فاهم شنو؟ وده ميت جنبك. والله انا ناقشت واحد في كافوري مربع ثلاثه عمك كبير، ناقشته شايل لابس له حجاب وجهاي تتكلم في الحجابات وفي الزول اللي مشيت به ورا زي برميل كنت محل برميل كنت ورا هناك، قعدت معاه يا عمنا قال لي الدين الجديد اللي جبته ده، قلت له القران جديد والقران ده معروف ده دين جديد، رب العزه والجلال قال كذا وكذا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله، ولو جبت له النصوص وفي نصوص واضحه زي في سوره الرعد، واذا اراد عليك الله جوا لا اداره تفسير، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. في كلام اوضح من ده؟ في حجاب بيرد ثاني ولا شيء؟ عمك بناقش فيه ابا يقتنع، جاء واحد عقيد في الشرطه، عقيد اسمه محمد يوسف في البلد ديك الوقت ده، بس ما عارفه بقى شنو. الزول اللي جاء لقانا بنتناقش قاعد معانا في الوطن بيسمع كانت دروس وكذا مرات. قال له يا حاج عمك اسمه عمر، قال له يا حاج عمر يا حاج انا قال لي عندي دفعتي زميلي في الشرطه دي مشينا عمليات، قال له الزول اللي لابس حجبات وانا لابس حجبات، نحن القاده قال لي بتاعنا الكتيبه القاده، قال لي اول ضربه جات قتلت زولي ده بحجابه وانا ما لابس حجاب، هذا قاعد لاسي قال انت رايك شو؟ قال لي ما اجل وتم. طيب نحن نحلها كيف؟ وكيف اجل وتم؟ نحن دارين حاجه اجل وما وكيف يعني؟ لم تجيب لنا حاجة أجل وما تم إذا ناقشناك بالفهم ده. ولذلك يا جماعة الإنسان عقيدته في الله تكون صحيحة، تضبط قلبك ده ما أمزل تحبه مع الله تعالى، تحبه في الله مخلوق وتحبه عشان الدين وبس، ما تدي صفات الخالق، لا تحلف فيه، لا تمشي له تقول لك الجرليدي ولا تناديه في الشدائد ولا تتبرك بترابه. يا أخي الشافع لو سف التراب يدق له يده ولا كعب التراب كعب ما تصف، الشافعي يكبر يلقى ابوه بصف في التراب، يعني ده يدق لي ابوه يده ولا يسوي له شنو ذاته؟ انا داري اعرف ده يسوي لابوه شنو؟ يقول له شنو يعني؟ ناس يطوفوا بالقبه تلقى طايف، والله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت شنو؟ العتيق. السودان فيه البيت العتيق ولا السعوديه؟ بلاد الحرمين هنا بيت العتيق. ما هذا كله هوس كله ضلال كله وناي بلاوي ساي ويمشي يشربون من حياته يشربون بخرات، ده ما من الدين والله الذي لا اله غيره. قران ده شفاء تقراه وتنفث في المريض ولا تقراه وتنفث في مويه وتشربه، لكن تكتب في لوح سكن تحطه في المويه ده ضرر؟ الرسول قال لا ضرر ولا شنو؟ ولا ضرر صلى الله عليه وسلم. تجربه ولا يكتبها لك بخره يقول لك خدتها في المانجا تتبخر بها، ما عاد جايب منه في اليوتيوب، في انا لقيتها في موبايل يعني موبايل اقوى، لقيت في الموبايل جايبين واحد شاب لابس نظارات وملفح وعنده واحد حوار لقى خادم بيخدمه، بعدين لابس له ذاك بنطلون وقميص، بنطلون اسود وقميص ابيض، والبنات نساوين قاعدات، وجاب واحد شابه لابسه ثوب وهم بعجاي صوره وصوت فيديو. الزول الحوار جاب له منقد ختام، جاب له بخره رماه جوا، بخره بتاعت شنو عارف هاي حاجه بتبخر ختام جوا، جاب له حاجه زي البطانيه ولا ملايه ثقيله، قال له البنت تعالي قربي، وقاعد شايل له صوت، قربت ده المنقد قربه من المنقد قال يلا غطيه غطاه،
البضغه التابعه شنو البطانيه دي؟ وجوه في منقد ومولع شنو؟ دخان. ايوه في دخان كتم لا شغله بيني مشان صوته بقى يجلد البيت بقى تقحقح. انت وضع الايدين خدتوك في تقحقح ولا ما تقحقح؟ الله يسهلك تقح ولا ما تقح؟ يا خدين خطيت في ركشة يمكن تقح خلي بشر موضوع زي ده البيك يتبدي قد تقح وانت ليه منو عمتها دي طوالي رقطت الكلام وانا ما سامع عمتها في التسجيل الزول اللي جابه من وين ما بقى واحتمال عمتها ميتة ولا حية وساولهم غلب ولا مشكلة تانية المهم ولا عاديين عمتها قامت دي طوالي علقت عمتها شوف الفتنة دي هسي بقت فينو ذاتها دي مشكلة هو لو جن قال لك عمتها انت بتصدق الجن بتصدق وانت هو جن اعتدى على بشر لما خش في ثاني بتصدقه وقعد يجلد فيها وهنا يتقحقح يا ناس ده كلام يا اخي والله ده ذاته اللي بيجلد لو دخلوه في وضع زي ده يقح ذاته ما بقح دول يدخلوه في بطانيه وما بتقح يا اخي وشايل لك صوت عنك ما بتخلي الزول يصرخ كل هوس ياخ باسم الدين شكد يقول لما نمرض بيمشي المستشفى طوال وتلقاه لما نمرض الشيخ بيمشي المستشفى هاي مروقه في مصر ويجي يسوي قصيده ما شفته طويل جدا وبلاوي وبعد ده هو يمشي المستشفى وانت تجيبه في المسجد وتلقى تحت مخدته كيس صيدليه اليد البيضاء شفاكم الله وتحقن وحبوب ودربات هو يبلع في الحبوب وانت يشربك في شنو؟ محال الماليه بزاق ده انت هي لو بتشفي مشيت للدكتور ليه؟ انا داير اعرف فاقد الشيء شنو؟ لا يعطي تو كان بتشفي مشيت للدكتور ليه؟ ولذلك يا جماعه رجلان تحابا في الله اخوانك ده تحبهم في الله تحب في الله لو بقى زول من افقر خلق الله تحب في الله لو بقى زول اغبش نظيف بالمع ما بالمع تحب في الله سبحانه وتعالى مش تقول كره مشققات ما بينفع معانا وكره ايش انه ما بعرف وده كذا وده كذا ما في حاجه زي دي الدين ده تحب الزول في الله اخوك ما شفت الدين ده لما الصحابه كيف سلمان فارس صهيب وبلال شنو؟ كلهم وابو بكر قريش وسعد كلهم والاوس والخزرج من المسلمين وكل الناس الاسلم كلهم لما شنو؟ الدين انما المؤمنون اخوه اخر رجلين ماذا نطيل لهم الزمن قال ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه دي واضحه تقعد تحاسب نفسك وبراك وتندم وتذكر الله وتعظم الله سبحانه وتعالى تذكر الموقف بين يدي الله فتبكي سويا الليلة سويا ما صعب تتخيل يوم القيامة تكون في الظل بموقف زي ده الليلة سويا بالليلة مشي براك ناس نايمة جر لك مصلاية براك توضى صليك ركعات يعني كتهيأ يعني واسأل الله وحاسب نفسك واندم وتوب وابكي لله ذكر الموقف بين يدي الله فيظلك الله يوم القيامة إن ثبت على الحق آخر شيء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق شنو أي عمل تعمل لله ما تقول الناس يشكروك وكذا واحد والله في مدرمان والذي رفع السماء الزول اختلف مع ناس المسجد في شيء قالوا لنا الفرش ده ما جبته لكم أنا داري يطلع فرش وما بعرفه ولا داري انت شي جبته لله تاني تقبل عليه وانت لو بنيت المسجد تاني انت والمصلي شنو في المسجد ده تكونوا شنو؟ واحد عند الله ده ما اجرك انت خلاص زول تلقي رب لي يتيم 20 سنه اجي في مجلس بس اجره شت اجره 20 سنه يرمي الواقع طب بس بكلام لك اليتيم ده ما قصرنا فيه والله اصله ما قصرنا فيه ربيناه ودرسناه آذاه ولا ما آذاه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى عملت شيء لله ده أنساه خلاص لله بس وتخفيه ما استطعت يعني لو الناس بيقتدوا بك ظهرت عشان الناس يقتدوا بك ده أمر تاني لكن ما تأذى الناس
تعمل العمل لله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يبارك لكم في أعماركم وفي أوقاتكم وفي مسجدكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.